من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد الشهيد حسين الجزيري. من أجل دم الشهيد ومن أجل دماء الشهداء الأبرار ومن أجل الرموز القابعين في السجون ومن أجل المطاردين ومن أجل الجرحى لا ينبغي على كل حر شريف في هذا البلد العزيز أن يجلس بالبحرين في إضراب الإباء بتاريخ 12 و13 و14 فبراير من هذا العام. الجلوس في المنازل يعني الكثير من التراجع عن مطالبنا الحق من أجل دماء الشهداء الأبرار. أدعو أهالي قرية جبلة حمشي أهالي قريتنا العزيزة للمشاركة الواسعة في المسيرات والاعتصامات والتكبيرات لكي ينجح هذا الإضراب لكي ننال حقوقنا كاملة غير منقوصة.